غزغزه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مساء جديد وحلقه جديده من قوس قزح، حلقه بنهديها لكل افراد الاسره. الصحه والجمال والتغذيه والديكور وكل الاعمال اليدويه المهمه وغيرها من المواضيع حتلقوها عندنا في قوس قزح، تابعونا. في ثلاثه انواع من الدخن، هو حبه شويه بس فيها نسبه من الثغره او نقدر نقول عليها الضئاله، صغيرونا شديد. احنا لما اول حاجه بدينا نبيع الحاجات وبدينا نشتغل فيها، يعني ما كنا بجد مفكرين فيها كعائل مادي كبير شديد. انه ذخيره الكلام اللي بيكتسبه الطفل اصلا بيكتسبه من وين؟ من امه واخوانه، من البيت، الشيء المسقر اللي هو عايش فيه اللي هو محيط الاسره. تحديدا الموعد، الناس، كرم الضيافه نفسه، يتفضل بيتك، مسهرك. احنا دك حنحاول نعيده في اي موضوع، المسهر والبشاشه والابتسام. بروفيسور وداد المحبوب، الخبير السوداني بوكالة الفضاء الأمريكية ناسا. حصلت ثورة بتاعت إدمان للحقن بتاعت التبييض، طبعا هي مادة الجلوتاثيون اللي بتؤدي إلى تثبيط صبغة الميلانين اللي بتدينا اللون الأسمر. مشاهدي قوس قزح، مرحب بكل اللي انضموا لمتابعة قوس قزح واللي انضموا لمتابعة فقرة بالهنا. فقرة بالهنا الليلة ضيفة انتوا تعودتوا عليها واكيد بتحبوها كثير، أستاذة نفيسة. كيفك يا أستاذة نفيسة؟ مرحب بك في قوس قزح وأسرة قوس قزح. الله يسلمك، أنا سعيدة طبعا باستضافتك لي في برنامج قوس قزح، وتعتبر إضافة جميلة بالنسبة لي. وإحنا سعيدين بوجودك. الله يبارك فيك. الليلة هنتكلم عن موضوع مهم وكان موجود في كل البيوت، بس أنا حاسة إنه الحكاية دي اختلفت شوية أو قل وجود الدخن في البيوت. إحنا ليه دارين نتكلم عن الدخن بحد ذاته؟ دارين في الأول نتكلم فكرة عامة، هل في أنواع للدخن؟ أيوة. يعني موجودة عندنا هنا في السودان؟ أيوة. الدخن طبعاً من العناصر الغذائية المتوفرة في كل السودان، يعني خصوصاً منطقة الغرب بتوفر فيها بنسبة أعلى من غيرها، لكن متوفر في كل مناطق السودان بكل أنحائه. في ثلاثة أنواع من الدخن، هو حبة شوية بس فيها نسبة من الثغرة أو نقدر نقول عليها الضئالة، صغيرونة شديد، ما زي حبة القمح، فممكن بالحبة الصغيرة دي تحصل له نسبة من الحجارة كده، لكن نسبة لأنه هو يعني من العناصر الغذائية المهمة الموجود فيها بروتين عالي وغير موجود فيها مادة الجلوتين. الجلوتين دي بتعمل حساسية لبعض الشخصيات. نعم. اللي هي عندها حساسية ضد القمح، فممكن أن يحل بديل للقمح. يعني احنا ممكن نحط نمرة 2 بديل للقمح لارتفاع نسبة البروتين فيه. هو نفسه ثلاثة أنواع. نعم. أصفر وأبيض ورمادي. ورمادي. يلا الاختلاف في النوع، الحبة ده في السودان عندنا الثلاثة أنواع موجودات، لكن نعم. ميالين للون الأصفر المايل للخضرة أكثر كاستخدام. استخدام ماتوا كثيرة ومتوفرة بكثرة، ممكن أن يطحن بدعمل عصيدة، وممكن أن يأكل في شكل بليلة. في ناس بيضيفوه كحبة إضافية في رمضان، ربنا يبلغنا رمضان، باحتبار كمية البروتين الموجودة فيه، باحتبار كمية الكالسيوم الموجودة فيه، باحتبار عدم وجود الجلوتين اللي ممكن يؤذي بعض الأشخاص كحساسية. يعني دي الفوائد المواد الغذائية المهمة فيه زي ما أنت قلتي، الرئيسية. بتختلف باختلاف اللون، أنت أساسا ما قلت منه أصفر ورمادي العناصر دي وجودها بيختلف باختلاف الألوان؟ لا أبدا، التركيبة الغذائية كما هي. اختلاف الألوان دائما بيجي كتهجين للمادة الغذائية أو كطبيعة التربة أو كطبيعة الزراعة، لكن العناصر الرئيسية للحبة نفسها هما بيعتبر في مجموعة الحبوب. نعم. ما بتختلف. الحديد، المغنيسيوم، الكالسيوم، المادة البروتينية، دي كلها متوفرة في كل الألوان. نعم. بنفس النسب. طيب نتكلم عن المادة البروتينية، نسبتها كم انت قلتي؟ هل هي عالية؟ يعني بروتيناتها عالية؟ لا، نسبتها غنية جدا، عالية جدا. يعني عندك مثلا في كل 100 جرام اللي هي كلمة 100 جرام دي، انا ممكن احسبها بقدر كيف كوباية الشاي الصغيرة؟ نصف الكوب اللي قدامي ده. ايوه، دي كده مثلا تعتبر 100 جرام، في 4.2 جرام بروتين. يعني مثلا لطفل دي ممكن تكون حاجة مغذية جدا جدا ومفيدة جدا جدا، ده غير أي حبة ربنا خلقها فيها نسبة من الألياف اللي بيساعد على التخلص من كمية الفضلات وبتنعش لي الغنى الهضمية. يعني ممكن أنا أنصح به للناس اللي عندهم مثلا إمساك في أنه يكون أيوة في جدا الألياف. الحبوب عموما من العناصر الغذائية اللي بتخلي لي دائما الجهاز الهضمي مرتاح من برنامج الإمساك. نعم. يعني بمجرد ما دخلت حصة من أي حبة على رأس الدخن اللي بنتكلم عنه تضمني خروج الفضلات في عدد ساعات اليوم. يعني دائما الإمساك اللي هو التبرز بيكون 48 ساعة، فدي من الحياة اللي بتخلي في سموم في الجسم، لكن أي حبة
غذائية بتساعد على رأسها الدخان. أستاذة نفيسة، وأنت متخصصة أكثر في مجال التغذية ومريض السكري، يعني في التغذية العلاجية لمريض السكري، دايرين نتكلم عن الدخن والسكري. يلا، الدخن سعراته الحرارية عالية، نفس المية جرام اللي ذكرتها لك قبيلك دي بتحتوي على سعرات حرارية يمكن تكون عاملة قريب لل 750 سعر حراري. والدخن محبوب في 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 الأيام القارسة الباردة، فممكن مرض السكري هنا يسرح باعتبار إنه الدنيا برد ومشتاق له، وهو بالنسبة لنا ممكن يتاكل في الشتاء أكثر من الأيام العادية. نعم. أو في ناس محبين له، يعني إذا كان أنصح بإنه إذا كان إنسان عنده سكر، ارتفاع في السكر، فيقلل من الحصة اللي بياخدها. ليه؟ لأنه سعراته الحرارية عالية شديد، مقارنة بالقمح أعلى من القمح، أعلى من القمح، أعلى من القمح. فبالتالي أنا ما بقوم أخذ الحصة أسرح فيها، فباخذ مثلا 5 ملاعق، وده بيحتمد على كل مريض سكري براه، لأنه أنا ممكن سكري يكون 300 الليلة، بكره 200، بتعتمد على الحركه، بتعتمد على العلاج اللي باخده، بتعتمد على نوع التوتر اللي بخش فيه. فكل مريض يراقب نفسه، بيكون هو طبيب نفسه. اذا كان السكر مرتفع فما في داعي لاكثر من 5 ملاعق، لحد اقصى اذا كان محبي حبه الدخن. 5 ملاعق دي لكن مش شويه، يعني مثلا لو دايره وجبه هو مثلا في النص، ما ممكن ياخذها وجبه يعني ويقلل مثلا باقي الحاجات مثلا من النشويات او كده، بحيث انها تكون وجبه كامله له؟ ولا اذا قلل من كميه النشويات الثانيه 5 ملاعق كبيرة في كل ملعقة 10 جرام، معناتها 50 جرام. إذا أكل الساعة 12، لما نيجي على الغداء يأكل نصف عيش أو يأكل طرقة واحدة بس بتاعت كسرة. نعم. لكن ما ممكن يكون من محبين الكسرة ويأكل كسرة بملاح ومريقيقة في الغداء يشبح فيها ويكون أكل وجبة كاملة من الدخن. ده ما بضمن إلا ارتفاع السكر. الحاجة الثانية والسؤال المهم، أنت لما يجي تقدم على الدخن ده تأكله، لما فحصت الصباح السكر كان كم؟ إحساسك أنت من غير فحص، عشان إحنا كمان ما نرهق الناس بالفحص اليومي، مع إنه يعني توفرت الأجهزة الممكن أنا اليوم ما أعرف معدل سكري كم. إحساسك بالفتر، إحساسك دليل على ارتفاع السكر. نعم. طيب أنت لو فحصت منظم عندك جهاز ولقيته 300، إذا زدت في 5 ملاعق كوجبة بتاعت نص من الدخن، ما تلومي لنفسك، لأنه أكيد قطع شكلت ما في كله 100 جرام، 100 جرام أنا قسمتها النص وقلت لك 100 جرام عاملة قريب لل 700 وحاجة، يعني معناتها هاخد 350 سعر حراري. كفاية جدا، لأنه أنا جاي أقلل الكمية في الغداء من النشويات الثانية. والخمسة ملاعق دي أكيد ما كل يوم، من نختار لها يومين في الأسبوع حاجة كده، صح؟ أيوة طبعا طبعا. نعم. باعتبار أنه المواد الغذائية والحبوب كثيرة، يعني ما أركز عليه كتركيز كامل في حصتي الغذائية. أما الناس الطبيعيين واللي عندهم مشكلة ضد القمح، عادي ممكن يكون وجبة من وجباتهم الأساسية الدخن. بالضبط كده، داخلة. نعم. في البيتزا، داخلة في الوجبات الحديثة اللي بنعملها، داخلة في مثلا إذا أنا مثلا لا قدر الله عندي طفل عنده حساسية ضد القمح، ممكن أعمل له أطحن الدخن ولخبط معاه الزور الشامية، أعمل منها بسكويت، أعمل منها أعوضه من الحاجات اللي بتتعامل بالقمح. نعم. فدي بتخش هنا في الحساسية ضد القمح، لأنه خالي تماما من الجلوتين. وبالنسبة للأطفال، بالنسبة للأطفال الدخن والأطفال يعني لأنه حركتهم كثيرة. نعم. لأنه حركتهم كثيرة، فهو عدد سعراته الحرارية على حسب حركة الطفل، على حسب عمره، فبتكون وجبة حقيقي معاها اللبن يعني مريحة جدا. نعم. بس في حاجة صغيرة في الدخن موجودة، اللي هو فيه مادة البفرة التي تعمل على تثبيت هرمون القدة الدرقية. نعم. فالإكسار أو التركيز عليه بصفة مستمرة للطفل أو للزول الكبير أو لأي شخص، فده ممكن يعمل لي ربكة في إنتاج هرمون الثايروكسين. دي معلومة مهمة ما قاعد نسمع كثير حقيقة، تأثيره على الغدة الدرقية. لاحظت بأنه في السودان عندهم مشاكل في الغدة الدرقية نتيجة لأكل الدخن بصفة مستمرة، وجبة أساسية. فهو يعني المادة اللي بتثبط الموجودة فيه دي، فهي لابد من تعويضها. يعني أنا لازم أخذ يود إذا كنت مركز التركيز كامل على أكل الدخن، تناول اليود في المواد الغذائية الثانية عشان أعمل لي بالانس، عشان ما يحصل أذى. هو أي مادة غذائية الإفراط فيها ممكن يؤدي لمشكلة، لأنه في عناصر غذائية ما بتتوجد فيها، لابد يكون في موازنة في المواد الغذائية. أسف كلامك ده، إحنا نقدر نقول الممنوعين تماما من استخدام الدخن، يعني اللي هم اللي عندهم مشكلة في مشكلة في الغدة الدرقية، وخصوصا إذا كانت معدلات الهرمون ما موزونة، يعني ما منتظمة، فديل بريحهم فترة لغاية ما يحصل استعداد لهرمون الثايروكسين بالمعالجة الطبية، ومن ثم بالمعالجة الغذائية. لكن بتجي فترة من الفترات أنا بعمل لهم ستوب أو بوقفهم تماما عن الدخن إلى حين
المعالجة من الله. طيب دايرين نصيحة أخيرة لكل اللي بيشاهدونا عن الدخن. والله أنا أركز على ناس السكري المحبين للدخن. يعني ما تكون أنت مشتاق للدخن كمديدة أو كعصيدة وتأخذ منها كمية كبيرة وإنت عارف عندك معدل بتاع ارتفاع سكري ثابت عندك. نعم. لا بد من إنك يا إما حركت عن طريق الحركة يا إما حركت عن طريق زيادة الجرعة ودي لا بد من استشارة الطبيب فيها. نعم. يا إما أنت يعني تبقى قوي وتفرمل من تناول الدخن بصفة يعني ركز تركيز كامل عليه تسقيف مريض السكري من ناحية الدخن ومحبته له. معلومات مهمة استفدنا منك نفيسة عبد الرحمن في موضوع الدخن وإن شاء الله كل المشاهدين كمان يكونوا استفادوا معنا. بدنا نشكرك وأكيد هتكوني معنا في حلقات كثيرة عن عناصر غذائية كثيرة وارتباطها بمريض السكري. شكرا لك. أستاذة نفيسة ادتنا نصائح مهمة عن الدخن ومريض السكري والدخن عموما في حياتنا اليومية. إن شاء الله تكونوا استفدتوا منها. خليكم معنا فقراتنا لسه مستمرة بعد الفاصل. أنا ريان الماحي، قريت معمار جامعة الخرطوم، تخرجنا بداية 2015. الشغل بالنسبة لنا يعني شغف أنا وزميلتي صاحبتي في الحقيقة علي محمد جعفر. بدأنا البروجكت بتاع Touches هاند ميد اكسسوارز بنعمل فيها من 2007 فاتت شهر 10 وجات بالصدفة. بس يعني كان عندنا اكسسوارز اصلا قاعدة بقينا خلاص اوكي تعال نجرب نغير فيها نعمل شنو. فبقينا بنجرب نغير فيهم لقينا عندنا ريش اصلا فتشنا على حاجات غريبة اصلا تكون احنا نعمل منها اكسسوارز بطريقة غريبة. لقيت كروت عرس أختي، كان عرس أختي السنة الفاتت فلقيت باقي الكروت فالشرشر بتاع الكروت عملته منه أكسسوار. المواد اللي بنستخدمها مواد عادية يعني ممكن تكون زي السكسوك والحاجات دي. الحياة المختلفة اللي احنا بنختلف عن الناس فيها يعني انه مثلا استخدمنا الريش حياة كتير شديد زي اكسسوار الابسع وهو تبع ريش زي الشرشر مثلا. حتى يعني كان احنا مثلا صعب نلقى الالوان بتاعت الشرشر ذاتها انه كيف نلقى اللون اللي احنا عاوزينه مع الحياة اللي احنا عاوزينها بالكواليتي الكويسة. فبيجينا بعد ذاك بنفكر انه نحنا يعني اصلا ممكن نصنع الشرشر ده برانا. يعني تعلمنا طرق انه نصنع كيف الشرشر بالالوان اللي احنا عايزينها بالكواليتي اللي احنا عايزينها بالكميه يعني المتاحه لنا. احنا عملنا بيج في فيسبوك Touches Accessories، عملنا انستغرام اكاونت Touches Accessories برضو بنعرض حاجاتنا في كل الجروبز، عندنا واتساب جروب برضو بنعرض حاجاتنا. اول فترة هي اصلا الفكرة كانت ما انه احنا نصل لانه نبيع الحاجات ولا تبقى انه نعرضها. احنا بدأنا نعمل اكسسوارز على اساس احنا نلبسها، احنا نجرب نعمل حاجات غير. عملنا حاجات غير لقينا نفسنا يعني اول مره ذات لما عملنا اول كولكشن خدتين حاجات انا قلت بتشبك في كل الحاجات اساس ريان نو واي دهله شديد ما عندنا زي ما حنبيعه لا الحاجه دي بتاع احنا ما حنبيعها برضو لا يعني لقينا نفسنا يعني انا شلت 5 وانت شلتي كم واصلا يعني اغلب الحاجات اللي احنا عملناها اول مره شلت انا وشالت هي وشالت اسراء اختي وشالت شنو. فبعد ذاك حتى قدرنا يا دوب اوكي الحياه حلوه لكن احنا بنقدر نعمل زيها تاني فاحنا نعمل ماركتنج لنفسنا واحسن كده. احنا لما اول حاجه بدينا نبيع الحاجات وبدينا نشتغل فيها يعني ما كنا بجد مفكرين فيها كعائد مادي كبير شديد. لكن بعد ذاك الحاجات اتباعت كل الكوليكشن الاولى نزلت واتباعت وفي كان برضو ضربوا لنا ناس من فيسبوك انه الحاجات
يعني احنا عدنا الكوليكشن مرتين، عملناه مرتين، في ناس جو اشتروا كوليكشن تاني كلها مع بعض، فاحنا يعني كعائد مادي كسبنا الحاجات، يعني راس المال اللي احنا اصلا اوريدي دفعناه كسبناه ورجعنا تاني القروش، يعني دبل الحاجات. فكان حاجه بالنسبه لنا مرضيه جدا جدا، يعني حاجه كفايه شديد. كانت معمار علاقتها بالشغل الدقة وتفاصيل، انه كيف الزول يكون كرياتيف، كيف تتعلم الصبر، يعني بتتعلم حاجات كتير شديد، حتى كيف تتعاملي مع الكتر، كيف تتعامل مع المقص، يعني حاجات دي علمتنا لا معمار وشغلنا في معمار وحاجات دي. غير كده انه في اصلا يعني معماريين مشهورين في العالم هم وفقوا بين الحاجتين، بين انه يعني يكون شغالين تبع الفاشن والديزاين والحاجات دي وتبع الاركتكشر برضو. يعني في منهم معماريه مشهور شديد اسمها زها حديد، دي برضو يعني كانت وفقت بين حاجتين. في البداية عشان إحنا عشان نبدأ نعمل الأكسسوارز بقينا بنفتش على حتة كتيرة، أصلاً إحنا نجيب المواد اللي بنشتغل بها من وين، نجيب الحاجات اللي حنشتغل بها من وين، إحنا لفينا كتير، إحنا تعبنا على الحياة دي الشديد، مشينا مغالق، مشينا حتة غريبة، بنشوف زرديات، بتشوف الحاجات برضو حاجات صغيرة أصلاً عشان إحنا نتعلم كيف إحنا نشتغل بالحاجات دي. ما عانينا لأنه زي ما هي قالت أصلاً إنه معمار كانت معلمانا حاجات كثيرة، لكن يعني كانت الحياة غريبة بالنسبة لنا، وإحنا تعلمنا الحياة دي برانا من نفسنا، بدأنا نجرب تتركب كيف الحلقات مع بعض، مشينا الأسواق بنفتش على المواد أصلاً، بنفتش على يعني إحنا ما عارفين مسميات الحاجات شنو عشان إحنا نفتش، إحنا بيكون عندنا حاجة من إكسسوار أصلاً قديم عندنا، فأنا بقينا بنمشي للسوق بنسأل الزول أنا عايزة زي دي، حابة تكفل الحلق، أنا عايزة زي الحاجة دي، إحنا نعمل شنو؟ فحسي دوب بقينا بنعرف مسميات الحاجات أصلاً، بقينا بنعرف الحتت وين ونشتري من وين، والمنو حيبيع لنا بالجملة أرخص، ومنو حيغشنا يدينا حاجة أغلى، اكتشف يعني تفاجأنا بحاجات كتيرة يعني تعلمنا. لكن منها بدأنا عملنا حسا two collection، أول collection عرضناها والماركتينج بتاعنا كله كان عبارة عن حاجات أونلاين، فيسبوك انستغرام كده. لما نزلنا الحاجات في فيسبوك وفي جروبس كتيره في فيسبوك بتساعد الزول ان هو يعني حاجاته تظهر للناس. احنا اول ما بدينا يعني صراحه لقينا الدعم كبير شديد من اصحابنا، احنا بنعمل الحاجه وبنرسل مثلا صور ولا بتاع، واو الحاجات دي رهيبه، واو الحاجات دي خرافيه، ما عملتوها وانتم كذابين وما عملتوا الحاجات دي. معظم الناس ما كان بتصدق انه نحن بجد اشتغلنا الحاجات دي وبجد نحن عملناها، غير انه الناس كان بتشجعنا على الحاجات انها هي حلوه، كان بنلقى اراء يعني انه والله يا اخي الحاجات دي انا ما بقدر البسها صراحه، يعني الحاجات دي لا انا ما ممكن استخدمها اصلا، انه الحاجه دي حلوه بس لو طولتوها لو قصرتوها كده. يعني احنا لقينا اراء من الناس شجعتنا كتير شديد. احنا يعني كتتشز ما عندنا حاجه توقفنا، يعني طموحنا لابعد الحدود انه نحن دايرين نصل للعالميه، نصل لحاجات كتير شديد، يعني انه بس ما دايرين نقيف في انه شغل بتاع اكسسوارز بس، لا في شغل بتاع جرتك، في شغل بتاع جدل وحاجات زي دي تبع حاجات نسائيه كلها، دايرين ندخل تبع الفاشن ديزاين، الفاشن عموما يعني في الحياه، ما بس عايز حنقيف في حته واحده تبع تتشز. يعني مشاهدي قوس قزح مرحب بكم في فقرة أطياف، فقرة أطياف مع ضيفتنا أستاذ عفاف إبراهيم المعالجة النفسية وخبيرة التنمية البشرية، واللينا هنتكلم عن موضوع مهم بهم كل الأمهات وهي اضطراب الكلام عند الأطفال. في اضطراب الكلام عند الأطفال بأنواع مختلفة الليلة اخترنا لكم هنتكلم عن التأتأة. مرحب بك أستاذ عفاف. الله يديك العافية دكتورة، تحية وتقدير لكل مشاهدي شروق قوس قزح. في المقدمة كده دايرين نعرف اضطرابات الكلام بصورة عامة قبل ما نجي للتأتأة. طيب قبل ما نتكلم عن التأتأة بخصوص، احنا نتكلم عن اضطراب الكلام في مجمله انه انواعه. عندنا التأتأة، اللحسمة، التهتهة، الفأفأة، الهمهمة، دي كلها انواع من انواع اضطرابات الكلام بيقف عندها الاخصائيين بيبدوا في علاجه واسبابه هي شنو وبتجي لياته فئة من الناس. عايزين نتكلم عن التأتأة. تعودنا انه عادة انه بيكون في سلاسة وعدم اضطراب في الحركة بتاعت الكلام، لكن في معظم الاحيان يعني في اطفال بيكون عندهم التأتأة دي
وبتسبب قلق وبتسبب يعني ألم بالنسبة للأمهات بالذات، لأنه الواحدة بيشوف إنه طفلها متعود عليه وإنه هو أول ما يبدأ حيتكلم كلام حلو وحتكون سعيدة ومستنياه، يعني بتكون فيه تشوق لأنه أول ما يقول كلمة ماما كلمة بابا ويبدأ التواصل معه، بالذات لو كان ابنها البكر فبتكون هي أشد التصاق واهتمام به. نجي للتأتأة، تعريفها إن هي اضطراب في حركة الكلام السليم. يعني بمعنى انه الكلام اللي بيطلعه الطفل كلام فيه مشكله، كلام ما طبيعي، مخارج الحروف بتاعته، حتى النطق بتاعه، حتى انه يوصل المعلومه لامه او للمجتمع اللي حواليه بتكون فيها اشكاليه. هي بتبدا عندها انواع، يعني ما في حرف معين؟ لا ما في حرف معين في البدايه، هي ما دي انواع مثلا. بتبدا الطفل اول ما يبدا يتعلم الكلام كونه انه مثلا من عمر السنتين يبدا يقول مفردات بسيطه للوسط اللي حوله، ماما بابا جيعان عايز مويه، بمختلف المسميات اللي هو متوارث من المجتمع اللي حوله. ما احنا عايزين نقول حاجه انه ذخيره الكلام اللي بيكتسبها الطفل اصلا بيكتسبها من وين؟ من امه واخوانه، من البيت، الشيء المصقر اللي هو عايش فيه اللي هو محيط الاسره. نجي للتأتأة، إنها ممكن تظهر في الطول الإنمائي بالنسبة للطفل، ده شيء طبيعي ما مقلق، لأنه عادة طفل عمره سنتين أكيد ما حيقول لنا العبارات أو الأحرف أو الكلام اللي إحنا عايزين يقوله عشان يوصل لنا المعلومة أو الحاجة اللي هو عايزة. فبتحدث التأتأة الطبيعية أو السلوك الطبيعي في إنه يداوه لقط الكلمة من أمه من أبوه من أخوه من البيت الكبير اللي هو عايش حوله، فبيطلع زي ما هو شافه أو زي ما هو سمعه مثلا. فبتبدأ بتحصل إنه هو عايز يوصل المعلومة، بتحصل له التأتأة أو الربكة في إنه مخارج الحروف بتاعته تكون غير سليمة. دي تأتأة اسمها التأتأة الإنمائية أو النمائية، ودي طبيعية جدا، وبمرور الزمن هو بيكون مخزون اللغة بتاعه يتعدل، الذخيرة اللغوية بتاعته المكتسبة من الأسرة تعدلت، بعد ذاك النمو الجسدي بتاعه دي في أغلب السنتين الأوائل. نعم. فدي طبيعية ما لم هي تمتد وتبقى إشكالية لقدام، ودي اللي إحنا هنجيب عندها. نعم. إنه وصل للثلاث سنين، وصل للأربع سنين، أول ما بدأت يأخذ الأحرف الكاملة للكلمة ويبدأ يقول الكلام بدأت التأتأة تصهر عنده. نجي نقول هي التأتأة شنو؟ طفل عايز قطع كده، أول ما يقطع كده وتأخذ معه فترة في كل العبارات أو كل الأحرف اللي عايز يقولها، فدي مشكلة بالذات إذا استمرت معهم. نقول إنه بتحصل له فيها رجفة في العيون وتفاصيل اللغة الجسد بتاعته بتتغير، يعني ما عاد حاجات جسمانية، حياة جسمانية دي من خلال إحنا نعرف إنها دي تأتأة طبيعية، ولا تأتأة يفترض إنه نجيب عندها ونوديه للأخصائي بتاع اللغة عشان النطق عشان نشوفه هو ماله إشكاليته شنو. نعم. يدار يقول مثلا عبارة بأول كلمة بتاعت قصة يقف فيها شديد، وبعد ذاك كده دي تأتأة، ويقف عندها لمسافة شديدة ويدعب وتحس بأنه تفاصيل وشه فيها عنف وقسوة، وأنه الرمش بتاعه بيرجف. أي. دي كلها تفاصيل يفترض أنه الأم تلاحظ لها عشان نقدر نقيم هل دي تأتأة إنمائية أو نمائية لاكتسابه للخبرة اللغوية اللي حيمارسها في مجتمعه، ولا دي تأتأة فيها مشكلة بتخلينا أنه نجيف عندها وتستمر معه لثلاث سنين لأربع سنين لخمس سنين، ولو أول ما تفوت التأتأة الخمس سنين معناها مشكلة. طيب المؤشرات المقلقة شنو في الموضوع؟ المقلقة أنه تستمر معه للخمس سنين. ما هي الإنمائية ديك أول شيء بيتطور، بيبدأ يتخلص منها، بتكون عنده ثقة بنفسه، بيبدأ يكتسب اللغة والحوار مع أسرته مع أهله، بيطلع بيمشي الرياضة الأطفال كمان الخمس سنين أطفال بيدخلهم المدارس، فبيبدأ هو يتعامل مع المجتمع الخارجي بكل مستوياته، يلعب مع أغرانه مع أخوانه، بعد ذلك بتتعدل اللغة بتاعته، بيبقى زول سليم وبيتخلص منها. لأنها هي دي بتكون إشكالية في أنك أنت بتكتسب كلمات كبيرة عليك، وممكن تخاف، ممكن أنك أنت تجي تباشر تتكلم مع الناس بها، فبتقوم بتجيف عندها. لكن استمرت للخمس سنين وأخذت حيز من التعامل بتاعه وبيقت خلاص سلوك في كلامه، دي مؤشر أنه في إشكالية وهي بتتعالج، ونسبتها عالية في الأولاد غير الإناث. فبالتالي الأم تنتبه تماما أنها تودي الطفل لأخصائي بتاع نطق وعلاج وهي بتتعالج. يعني هي تنتظر حد عمر كم يعني؟ يعني إحنا بنحاول من عمر الثلاث سنين في البيت بندربه إنه يتخلص منها، إنه يقيف، إنه نديه براح وحب وحنان ونحتضنه، وتقوم هي ذاته تديه مجال لأنها تستمع له وتكون منصتة له وتعاي له في عيونه كده، على أساس إنه هو يكون ينال ثقة في نفسه يبدأ يتخلص منها. لكن يعني ممكن تعلق له عليها؟ في ناس لا 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 ما أنا عايز أقول لك العبارة دي، إن أنت ما تعلقي وما تقاضعي وتتمي له الكلمة. يعني مثلا الأم إذا عايز يقول قم تقول له شنو قصة
كوباية ما عارف شنو تقوم تجد له الحلول. فهو بالتالي كده ما حيقدر يعالج نفسه وبيكون معتمد عليها. نعم. وهي تكون شفقانة لأنه هي عايزة تعدل منه وعايزة إذا هو في مجتمعنا ما تصاب أو يصاب بالحرج، لأنه بعض الأمهات دي الإشكالين إحنا يفترض إنه نفرد لها حلقة كاملة إنه لا يتهيب ولا يتخوف وما يخجلوا من الأشياء اللي بتظهر على أبنائهم، لأنها دي مسؤولية هو. نعم. ما له دخل فيها. فأنت المساعد والداعم الأساسي لو إنك أنت تطلعيه من الإشكالية اللي هو ربنا حباها به، وما بنقول ابتلاها به، نقول حباها به وإحنا المساعدين بالنسبة له. طيب فلما إحنا دي مسؤولية الأم حد أساسه، الأم والمجتمع الحول والمدرسة لأنه هو ممكن يصل يمشي رياض الأطفال، فبيقوم في تعامله مع أغرانه في رياض الأطفال الأستاذ لأنه هو مؤلم ولأنه هو حياخذ لازما إنه يقرأ له قصة ولا إنه يتعامل معه، فبتقوم تنحيه جانبا وتقوم تشوف الأطفال اللي بتعاملوا عادي، ودي خلاص بتخليه ينزوي ويقعد تحت الظل وما بيتعالج هنا وما بيقدر يوصل المعلومة لأمه إنه هو قاعد هناك أصلا ما مشارك ولا لاقي أي علاج. فدائما احنا بنقول انه في تواصل ما بين المدرسه ما بين البيت ما بين الاسره الكبيره ما بين الاسره الممتده. نعم. عشان نصل للحلول اللي بتطلع لنا ابننا او بنتنا دي من الاشكاليه اللي هو يعني مثلا موجوده في شخصيته او في كلامه او غيره. وبتجي تستعين بتجي تستعين في اي لحظه. الام دي يفترض انها هي افتقرت للخبره او افتقرت لانها هي ما قدرت تجد مساعده تطرق الابواب مباشره. ما في عمر محدد عشان انا استعين بذوي الاختصاص عشان يدعموني، لانه عشان ما امشي اقول لهم انا والله حصل لي اشكال، اقول لي معلش والله جيتينا متأخرة. ما في حاجه اسمها متاخره، انت لازم تمشي وما تتهيبي وما تتخوفي في انك تطلب المساعده والعلاج وتمشي المدرسه وتمشي الروضه تمشي الحضانة وتتعاملي مع أخوانه في البيت وتنبهيهم عشان إحنا نطلع يعني مثلا بالطفل ده لبرا الأمان وندربه في يعني مثلا في تمارين بيعلمنا لها اختصاص النطق، إنه ندرب الطفل يطلع من الجو بتاع التأتأة وهي تعالج وتصل مرحلة بتاعة مثلا العلاج والشفاء الكامل. بس أنا عايزة أعلق على حاجة الجانب النفسي في الموضوع. أيوة، إنه في بعض من التأتأة بتظهر للطفل في عمر كبير، دي دائما إحنا بنعزب نقول إنها مثلا جات صدمة نفسية أو ضغوط نفسية يعني أو بعد الخمس سنوات أو امتهان الأولى. أيوة، أو امتهان يكون ما عنده ثقته في نفسه، بالذات الطلبة اللي بيحبوا يشاركوا في المدارس والأستاذ يكهروا وينهروا ويخاف ويكون مثلا كذاب وبيخاف أو بيميد إيده على حاجة غيره وبيخاف أو تعرض لتحرش وبيخاف، ودي كل الأشياء تؤدي لأنه هو النطق السليم بالنسبة للغة بتاعته أو الأحرف اللي بتطلع منه بتكون فيها إشكالية بتاعت رعب داخلي نفسي انعكس على شفايفه في إخراجه للحروف والاهتزاز النفسي والاختلال الائتماني، يعني ما عنده أمان في أنه يوصل المعلومة ويكون مرتاح عشان يكون زوج يعني كويس. ممكن تكون مؤشر لحاجات تانية تماما. وفي تأتأة اسمها التأتأة العصبية، دي من أنواع النمائية في السنين الأولى العصبية، دي تكون نسبة لأنه مثلا الدماغ ما بيستقبل لنا الإشارات بتاعت الكلام أو يترجمها أو نتيجة لضربة في الرأس لألم في الدماغ لأي حاجة إشكالية. في التأتأة النفسية اللي هي إحنا عرجنا عليها وألغينا على الضوء، اللي هي الخوف، عدم الثقة بالنفس، أو أول ما يجي يتكلم أمه تكهر أسكت أنت ما بتعرف عليك الله أسكت، والحاجات اللي بتعمل دي طوالي بتثبته وبتخليه انه هو خايف يوصل المعلومه وبتخليه انه هو خايف انه يعدل حتى لو ودته لاي حته هو بيكون منزوي وخايف، وبتستمر معه التأتأة وبيبقى ما قادر اصلا يتعامل مع المجتمع مسقر حواليه، فما بالك مع المجتمع. التأتأة بكل انواعها يعني نسبه العلاج منها او التخلص من التأتأة نسبه عاليه تماما، وفيها علاج وشفاء كامل ويكون الطفل طبيعي وحتى وين تقدم في العمر، بالذات اذا اجتمعت كل الاسره. انا دائما يعني بقول انه العلاج بالنسبه لاطفالنا لابد انه تتكاتف فيه كل المحيط الاسري، يعني مش الام والاخت والاخوان، لا لا لا، المجتمع الخارجي عماته خالاته واصحابه وتمشي الحضانه وتمشي المدرسه وهي تكون واقفه كذا، يعني دائما هي تكون ملاحظه وهي مراقبه. هي اجهاد لها وهي معاناه لكن نتيجتها اكيد مثمره وامان بالنسبه لطفلها اللي قدام. وصيه لكل الامهات الاطفال المصابين بالتأتأة، اي ام ولد مصاب احضنيه وحبيه، اول ما حضنتيه وحبيتيه بتديه الامان، بتخليه انه يتعامل بثقه وما بخاف، وحتخليه يواجه المجتمع الخارجي وما بيخجل منه هو بتأتي، بالعكس حيدعم نفسه وتعلميه والتمارين وتخلي اخوانه كلهم يتعلموها، اكيد حيتخطى المرحله دي للامان. اذا دي مشاركه خير لكل الامهات اللي عندهم اطفال مصابين بالتأتأة، العلاج في يدك وما تتاخري لو انت دايره مساعده من معالج نفسي او غيره. ونسبه الشفاء زي ما عرفنا انها عاليه جدا، يعني او التخلص من التأتأة لانه هو ما مرض، يعني نسبة التخلص عالية جدا، ودي بشارة خير يا أستاذ عفاف. شكرا لمتابعتكم، أكيد فقراتنا مستمرة بس بعد الفاصل.
مشاهدي قزقزح مع ضيفتنا تهاني محمد سعيد وصلنا لفقرة اتيكيت. فقرة اتيكيت الليلة موضوع مهم وهو التعامل في المناسبات العامة. كثير مننا طبعا في حياته عنده مناسبات عامة، إذا كانت زواج وإذا كانت خطوبة وغيرها من المناسبات العامة، في تصرفات لازم تكون محسوبة وبأتيكيت محدد للمناسبات العامة. ده موضوعنا الليلة، هنتعرف عليه أكثر بتفاصيل أكثر مع تهاني محمد سعيد. مرحب بك تهاني. مرحب بك دكتورة إيمان، ومرحب مجددا بالمشاهد الكريم. نرجع لل يعني الحاجات الأساسية أو التصرفات الأساسية المفروض تكون في المناسبات العامة. يعني إحنا نتكلم عن الشقين أساسيين، أتيكيت لصاحب الدعوة وأتيكيت للضيف. فأنت حابة تتكلم عن منو أول؟ والله نتكلم عام عن الدعوة، هي بتشمل طرفين. نعم. والدعوة مغدى من إن سلوك وآداب إسلامية وما قبل الإسلام، احترام الضيف. نعم. هي إحياء للقلوب والمحبة والتواصل يعني. لا بأس عليه، لازم العادة دي تستمر في الدعوات والإكرام وقال يعني. لكن أحيانا بتكون بعض الحاجات المخالفات البسيطة اللي بتغير طعم الدعوة. نعم. يعني احنا ما ناخذها وتوكيت وكذا، نجيبها بحاجه بسيطه، تصرفات يعني بتجي عفويا لكن بتاثر في مسار الدعوه ونكهتها وكذا. ومسار الدعوات بتتنوع بحسب المناسبه، في دعوه في بيتك، دعوه في زواج، دعوه في نادي. المهم بتاخذ شقين، صاحب الدعوه والمدعو او الضيف. فناخذها مجملا كذا. ناخذ مثال، مثلا عندي دعوه في بيتي مقدمه لبعض الاطراف، ان كان زواج ان كان اي مناسبه. ايوه مهمة. مناسبه خاصه. ايوه. فعلي صاحب الدعوه ان يراعي اول شيء يحصر العدد بتاعه من المدعوين. على حسب المساحه والخدمات والكميات المتوفره من الاكل والشرب. عشان يدي لنفسه مساحه انه يرحب بناسه، يكفي الناس ببشاشة وما يكون في تقصير. من ناحية يحدد المكان. يحدد الزمن، الزمن مهم جدا. يحدد العددية. أهم من ده إنه لازم المجموعة تكون متجانسة، خاصة في البيوت أو المناسبات الخفيفة. يعني اللي أنا ممكن أجمع لي رجال معهم مرأة واحدة، أو عدد من المتزوجين معهم زول عازب او واحده عازبه. نعم. يعني ما في غيه متكيت، احيانا بقول بتلغي الاتيكيت ذاته. او مثلا انا ما اجيب لي ناس متخاصمين. اعزمهم في نفس المجموعه، لابد ان تكون متجانسه والروح فيها عاليه عشان القعده ذاتها تكون نالت هدفها وتكون حلوه يعني. نعم. ده من الناحيه تحديد الموعد، الناس، كرم الضيافه نفسه، تتفقد بيتك، مسهرك. نحن ديك حنحاول نعيدها في أي موضوع، المسهر والبشاشة والابتسامة. نعم. دي عناصر أساسية مهمة جدا. نعم. مسهر بيتك، لأنه حيدخل لك خاص يعني بواضح العبارة، خاص المرافق العام مثلا. بوضح كده الحمامات، لأنه أحيانا بتضطر. لازم بيتك يكون بالصورة الجميلة، لوحاتك تكون منظمة. أي حاجة مخطوطة، لما نزول يأخذ انطباع والما أكيد إنه يبتهج وبيعرفك أنت مغيمه. يعني ما تكون حالك كده ما بيشتري. نعم. تنظم نفسك. نعم. ده من ناحيته. من ناحية طبعا يرحب بكل ضيف. في الدعوات الخاصة في المنازل لابد من صاحب الدعوة إنه يفتح الباب بنفسه ويستقبل، يستقبل الضيوف ويمشي يقدمه للكبير قبل الصغير. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس من لم يوقر كبيرنا يعني. نعم. فلازم بعدين صغيرة. المرأة لا تغف للتحية. الرجل هو اللي حي. نعم. إن كان في الإسلام إن كان في الأتوكيت الحديث. فلازم نراعي الحاجات دي كلها. دي من الجانب الثاني. خلاص الناس دخلوا أي شيء تقوم بترحيبون، وبعد ذلك تعرض العروض اللي انت عامله لهم يعني. ما مشكلة، هو مش بس احنا نجي في حكاية المواعيد دي. يعني نحن السودانيين مثلا، قولي مثلا المناسبة كانت زواج أو المناسبة كانت عقد في البيت. لو حددت المواعيد لأهلك أو جيرانك هيفتكروا حاجة غريبة، إنه إحنا مفروض نجيك من الصباح أو نجيك في أي وقت، إحنا ما ناس البيت ذاتهم يعني. فما بيلتزموا بحكاية المواعيد. يعني ما ممكن أجي أقول لهم والله ده للعقد اتفضلوا لنا مثلا من 8 إلى 10 مثلا. في ناس بيزعلوا عديد من حكاية المواعيد، ولا رأيك شنو؟ والله هي بتاخد شغلين يعني. إحنا عموما الناس بنعيش أحيانا بتغاليدنا، والعرف والتغاليد أحيانا مصدر من مصدر القانون. فإن إحنا التغاليد السمحة، الزواج ده معاهم سيده بيتحمل. يعني من الصعب تقول للأهل والبلديات عليه الساعة 8، أكيد ما حيجي أي زول وحيزعله. خلاها جانب كده يحكم العرض. لكن اللي إحنا لا نغض النظر عنه،
الدعوة في وقت معين مثلاً لمجموعة معينة. حقيقة يعني أنا خاصة بتضايق من القصة دي. مثلاً أنت تكون خلاص في اللمسات الأخيرة والتشطيبات، دايرة تلبسي، دايرة تخط اللمسات الأخيرة، تكوني مع الشقالين، تجي واحدة أو واحد يقول لك والله الحالة واحدة، أنا جيتك بدري أخدم معاك. فدي الحقيقة بتقلب المعايير كلها من ناحية شعور ونرفزة. أنت جيت ما تديني المساحة إنه أنا في النهاية درس خريج أكمل اللوحة دي. لا حقدر أغير، لا حقدر أتونس معاك، لا حقدر أقول لك كوباية في الطرابيزة توسخ المحل. فالحكاية دي حب النصر عليكي في الوقت المناسب وينصرف في الوقت المحدد المناسب. نعم. نجي للجانب بتاع الضيف، يعني برضو دارين نعرف الأتوكيت كيف ليه هو يعني التزامه بشنو؟ الضيف طبعا يلتزم بالمواعيد، برضو قلنا المصهر في الدعوات العامة البسيطة دي حبذا الرسول صلى الله عليه وسلم قالت هذه تحابه نفس الطريقة دي يجي لك هدية بسيطة كده، وعلى صاحب الدعوة إنه يفتحها طوال، وإذا كان في نوع من الحلوة الحياة يقدمها للناس اعتبارا إنه الزول ده قدرني وقدر الدعوة. يجي في الوقت المناسب، لا يصطحب أي ضيف آخر. ده برضو إحنا السودانية عندنا يا أخي الله كين إحنا معزومين عند ناس فلانة والحالة واحدة الله كين معاي. دي بترتب على يا جماعة تجهيزات وذاتها مشاعر وونس بتخص مجموعة معينة. خلاص وصل رحب به والضيف، الإيجاز في التحية لأنه وراك ناس والضيف ده عنده زمن محدود. صاحب الدعوة داري يجهز وجبة وداري يجهز شاي ومرطبات. السلام بإيجاز والدخول، دخلت خلاص أنت تقعد في المكان المخصص أو في أقرب مكان فاضي. نعم نعم. لقيت ليك اثنين ثلاثة تنفار الحديث الهادي، الحديث مجو طملهم مل صوت العالي. بعدك تغض البصر، دي من آداب الإسلام إنه ما تحاول تعين في بيوت الناس أي شيء. نعم نعم. خاصة المداخل. الأوتوكيت الإسلام يقول الإنسان يقعد بعيد من مداخل البيوت وكذا. خلاص انت جيت برضو نفس الطريقة تسلم على الكبير على الصغير تحية بالترتيب. تقعد لغاية ما يجيبوا لك المشروب بتاعك، ما لا أنا داير ده مجرد ما قدموا لك دي يا جماعة منقح فيها كثير، قدموا لك الطاولة بتاعت المشروب حتى لو ما بتشربه، يعني من ناحية فن في التعامل شيله وخده. والإسلام برضو نبهنا على نبهنا على القصة دي. فأنت وبعدك التجريح في الكلام أو الانتقاد بين دعوة ودعوة أو كده، لازم الزول يحسبها. الدعوات العامة دي ما سهلة. نعم. محسوبة أكثر من الدعوات الرسمية. شكرا لك مدام تهاني، أدتينا إضاءات مهمة بالنسبة لصاحب الدعوة والضيف، يا ريت نلتزم بها بالذات في حكاية المواعيد عشان نريح الزول المستضيفنا برضو في حكاية تجهيزاته يعني. شكرا لك، وإن شاء الله إحنا المرة الجاية نخصص برضو كلامنا على الدعوات الرسمية ونشوف الإتيكيت للدعوات الرسمية إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك. شكرا برضو لكم لكل المتابعة، وأكيد انتظرونا فقراتنا لسه مستمرة بعد الفاصل. بروفيسور وداد المحبوب، الخبيرة السودانية بوكالة الفضاء الأمريكية ناسا، ظهر اسمها ضمن قائمة علماء الفضاء لاكتشافها تقنية الحديثة للصور من الفضاء عبر الأقمار الصناعية خالية من الشوائب، وذلك عبر استخدام الكمبيوتر، معززة بذلك موقعها كخبيرة بناسا. فمنذ مراحلها الدراسية الابتدائية والثانوية تأصلت في نفسها نزعة علمية جارفة دأبت على تغذيتها بمطالعة الكتب والمجلات العلمية. أنهت دراسة الفيزياء وعلوم الفضاء في السودان ومصر، سافرت في العام 1988 إلى هولندا بمنحة تعليمية من المجلس القومي للبحوث في السودان. في العام 1989 انتقلت إلى أمريكا وتابعت تخصصها في جامعات ويسكونسن ماديسون، حيث أنهت شهادة الماجستير في الهندسة الفيزيائية، ثم نالت الدكتوراه في هندسة البيئة الفضائية من ذات الجامعة. درست مكونات الكواكب وتحليلها في وكالة الفضاء والطيران الأمريكية ناسا. استهلت وداد المحبوب في حياتها المهنية بالعمل أستاذة في قسم علوم الفضاء وأنظمة الاستشعار عن بعد. نالت درجة بروفيسور في علم الرياضيات التطبيقية في جامعة هامبلتون في ولاية فرجينيا. ما
مرحب بكم في فقرة الجمال فقرة بنفسك، والليلة خصصنا فقرتنا لأجوبة على أسئلة كثيرة وردت منكم. اخترت بعض من الأسئلة إن شاء الله في الحلقة دي هحاول أجاوب عليها، وبقيت الأسئلة في الحلقات الجاية بإذن الله نجاوب عليها. لسه عن وعدنا إنه إحنا هنجاوب على كل أسئلتكم بإذن الله. طيب أول سؤال اخترته من نون ميم. السلام عليكم دكتورة إيمان، أنا بسأل من حقن التبييض، رأيك فيها شنو وهل هي موجودة في السودان؟ هل هي موجودة في السودان؟ للأسف طبعا موجودة، إذا كانت بتجي بطريقة غير رسمية أو غيره هي موجودة طبعا في السودان، ولكن رأيي فيها إنها هي غير آمنة تماما. كثير من الدراسات اتعملت في حقن التبييض، وطبعا أي حاجة بتحتاج لدراسات طويلة المدى ودراسات قصيرة المدى عشان نعرف مدى أمان الأدوية عموما، أول حاجة أنا بدخلها في جسمي على 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 أعضائي الداخلية يعني. فلقوا إنه حقن التبييض في كثير من الناس اللي كانوا بياخدوها، طبعا في شرق آسيا والآسيويين بياخدوها بكثرة كثيرة جدا، مع إنهم هم ما محتاجين للتبييض، لكن حصلت ثورة بتاعت إدمان للحقن بتاعت التبييض. طبعا هي مادة الجلوتاثيون اللي بتؤدي إلى تثبيط صبغة الميلانين اللي بتدينا اللون الأسمر. فوجدوا طبعا بيسجلوا كل الحالات اللي بتحصل فيها مشكلة بعد حقنهم بالحقنة المبيضة، ولقوا إنه ممكن يحصل تلف في الكبد أو تتأثر بها الكبد وتتأثر بالكلى، وطبعا الكلى هي العضو الأساسي المسؤول من إخراج كل الحاجات اللي نحن بنتعاطاها في شكل أدوية أو غذاء أو غيره. الكلى هي المسؤولة من الإخراج، والكبد مسؤولة من تنشيط المواد الفعالة اللي بتكون في الأدوية. فلقوا إنه الكبد بتتأثر، ولقوا إنه الكلى بتتأثر، وبعض منهم بيكون في تأثير شديد لدرجة إنه بتعمل نوع من الحساسية للجسم كله، ممكن تشيل الطبقات الخارجية من الجلد وتعمل شكل حريق عام، يعني كأنه زول يتحرك جلده يتسلخ أو كده، للدرجة دي ممكن التفاعل يحصل، لأنه هي بنديها في الوريد مباشرة، والجرعة بتكون بعض مرات كبيرة وبتكون متكررة، وبيحصل فيها إدمان للجرعة حقة التبييض، لأنه الزول بيلاحظ إنه في جاته نضارة أو غيره أو تبييض، حتى التبييض حقه ما تبييض عالي أو تبييض بغير تماماً، في مفهوم غلط في إنه والله حقن التبييض هتقلبني من زولة سمراء لزولة بيضاء، لا، هي بتدي فتح للدرجات درجة درجتين أو نضارة في الأول، بعد ذلك بيحصل زي إدمان، لأنه وانس إنك أنت وقفتيها هيرجع لونك للأساس، فأنت اللي هتمدى أنت هتكوني بتتعاطي في حقن بالوريد وانت ما عارف ان اذا كان جسمك هيقدر يستحملها او لا، الكميات اللي بتاخديها بكميات كبيرة او لا. فانا بحذر يعني من هنا، حتى كل المراكز وكل الدكاترة اللي بيجوا هنا ده للمؤتمرات بتكلموا انه في المراكز الموجودة في الامارات خلاص كثير من المراكز وقفت تماما في الاول. اي نعم كانوا بياخدوها لانه الدراسات ما كانت كافية، أول من الدراسات بقت كافية ولقوا مخاطرة على جسم الإنسان، ووقفت في المراكز الكبيرة كلها في الإمارات، وممكن أسهل لو بقت تتاخد في السودان هتكون بتتاخد بصورة غير رسمية وهي غير آمنة وضارة. في التبييض للأسف، بس أنا دار أتكلم عن حكاية التبييض بحقن الكورتيزون، لقيت كثير من البنات بيكونوا مقبلات على الزواج أو غير مقبلات على الزواج، بيقولوا خلاص أن إحنا هنجيب يعني وروني حقن عديل بتاع التبييض. للأسف هي ما جلوتاثيون ذاته اللي بنتكلم عنها أسا، هي عبارة عن كورتيزون. كورتيزون بتاخد يا بالوريد أو بأي طريقة تانية على أساس إنه هيدي التبييض، ودي كمان أخطر، دي الأثار الجانبية حقتها أخطر، لأنه تبدأ كل الأعضاء الداخلية تتأثر بالجرعة بتاعة الكورتيزون اللي احنا ماخدينها من غير أي هدف غير التبييض. تتأثر الكلى، تتأثر الكبد، تتأثر الجهاز العصبي، تتحبس الموية في الجسم زيادة عن اللزوم، يزيد الوزن حق الجسم، يبدأ القلب يكون ما قادر على كمية الموية المخزونة، تعمل فشل في القلب، وتعمل شقريب عام في الجسم، وتعمل مشاكل كثيرة جدا جدا لا لها أول ولا لها آخر. وكثير من البنات حصل لهم فشل كلوي وغيره من الحقن بتاعت الكورتيزون اللي بتتاخد من أجل التبييض. فأنا ضد الحقن حقت التبييض إذا كانت بالكورتيزون أو إذا كانت بالجلوتاثيون. دي نصيحة مهمة يعني، أتمنى إنها في مفاهيم خاطئة بيجي يقول لك والله مايكل جاكسون أخذ حقن التبييض، دي ما نهائيا ما عندها علاقه بالجلوتاثيون اللي بياخذوه اسا البنات. البيقلب بيفتكروا انه بيقلب لك درجه يعني 3 4 درجات من السمار حقك، فدي مفهوم خاطئ تماما. السؤال الثاني، انا كنت بستعمل كريمات ضاره وهسه عندي شقريف في كل جسمي تقريبا، العلاج كيف يا دكتوره؟ نرجع لنفس الموضوع في انه الكورتيزون مش بس لو اخذتيه حقن
بيضرك، حتى المسح بتاع الكريمات. وانا باكد يا اخواننا اي كريم تمسحيه في ظرف اسبوعين غير لك طبيعه جسمك غير امن تماما، ما في حاجه اسمها كريم امن بقاكي بيضاء او بقى جسمك ناعم في اسبوعين نهائيا. اكيد بيحتوي على نسبه هائله من الكورتيزون ومركبات عاليه جدا ونسب عاليه جدا من الهيدروكوينون وغيره من مواد الزئبق وغيره وغيره وغيره، فبيحصل عليها ادمان لانها بيفتكروها سريعه جدا. بتجي النتائج بعد اقل من شهر بانه حصل شقريب في الجسم عامه. وشقريب طبعا في منه نوعين، شقريب نتيجه لتمدد الانسجه نتيجه لانه زول ضعيف او سمن او يعني زاد وزنه او خسر وزنه بالرجيم وغيره، ده النوع الاول، وبيكون في مناطق محدده اللي هي مناطق السمنه بس او الحته الضعيف منها. وفي شقريب بيكون عام جدا في الجسم كله، تلقي انه في شقريب كثير شديد، ده بيكون ناتج يعني من دواء اخده، يا إما هو بتعالج من حاجة محددة أخذ دواء، أو نتيجة للحاجات التجميلية الخاطئة في إنه بمسحه. أنا ما دارت أذكر عن مسميات موجودة في السوق بكمية فظيعة أدمنوا عليها كل البنات، بتغير اللون تماما، بتغير طبقات الجلد، بتدمر الكولاجين، بتعمل الشقريب، تعمل التهابات وتعمل حمار في الجسم وحاجات كثيرة. فالشقريب هنا علاجه صعب حقيقة، لما يكون شقريب ناتج من الكريمات العلاج بيكون صعب. في العلاج ممكن يكون أكثر من علاج تستمر فيه العيانة مرة واحدة، يعني مثلا ممكن يكون الليزر يدخل في الموضوع، ممكن حاجة اسمها ديرمارولا هنجي نتكلم عنها، زي قلنا حاجة صغيرونة وفيها ثقوب تمرر على الجسم بحيث أنه تحفز الكولاجين بأنه ينتج تاني وتضيق لنا المساحة حقت الشقريب. دي الحاجة الثانية. الحاجة الثالثة، في بعض من الأدوية الموجودة في السوق بتحفز الكولاجين، يعني ممكن تتاخد الأدوية دي مسح مع المساج ونعمل الديرمارولا وتدعمل جلسات من الليزر، ودي كلها على بعضها ممكن النتيجة ما تصل لي 50% أو 60% وتكون مكلفة للمريضة، عشان كده يعني الناس ما تصل لمرحلة التشوهات دي يعني. فأنا بشوف إنه الأحسن إنه يعني وقف الكريمات الضارة تماما. السؤال الثالث دكتور ايمان، عندي جرحين ناتجين من الذباب الرمليه عملوا لي تشوهات، العلاج؟ الذباب الرمليه برضو من الحاجات الموجوده في السودان كثير، بتعمل جروح كبيره بتترك اثر حقيقه. فانا بشوف انه اول حاجه المناطق اللي فيها انه الناس تيجي تتعالج تطلب العلاج سريع جدا، وكمان الندب اللي بتحصل قبل ما تحصل ادعم لها ليزر، والعلاج بالليزر بيقلل كثير من الندب الناتجه من الذباب الرمليه. الاسئله كثيره حقيقه بس الزمن ضيق، وان شاء الله احنا هنستمر في الاجوبه، ولعل وعسى انها تجد يعني صدى عند المشاهدات. هم بالنسبه لنا يعني اخواتنا واكثر من اخواتنا، خصوصا في حكايه حقن التبييض واستعمالات كريمات الضاره. إن شاء الله في ذنبسج نحن هنكون مستعدين لتلبية كل طلباتكم والجواب على كل أسئلتكم. خليكم معنا، فقراتنا لسه مستمرة بس بعد الفاصل. مشاهدي قوس قزح، انتهت حلقتنا الليلة، بس احنا بننتظركم كل يوم أربع الساعة 8 مساء، وبتفوتهم الحلقة الإعادة يوم الجمعة الساعة 12 وكمان يوم الأحد الساعة 8 صباحا. نشوفكم الأسبوع الجاي بإذن الله.